بينورني وشرفني في الاستوديو استاذ وليد كويني الصحفي بجريده النهار الجديد الجزائريه. استاذ وليد منورنا ومشرفنا. شكرا على الاستضافه ومساعدة مع التواجد معكم. احنا اسعد طبعا ومرحب بيكم دايما في مصر بلدكم الثاني يعني، وعايزين نبارك لكم طبعا الاداء الرائع ما شاء الله للمنتخب الجزائري خلال البطوله حتى الان. شكرا شكرا ومبروك ايضا للمنتخب المصري الذي. طيب هنتكلم بتفاصيل كتير اكيد عن المنتخب المصري والمنتخب الجزائري، لكن في البدايه عايز اتكلم معاك على الجانب التنظيمي بالبطوله، رايك فيه ايه حتى هذه اللحظه؟ حتى هذه اللحظة أنا تابعت كثير مباريات، مش المباريات اللي متعلقة بالجزائر بس، كان تنظيم في المستوى خصوصا فيما يتعلق بالأمور تاع التذاكر اللي كانت الأول مرة شفنا السيستم ذا في مصر، واللي سهلت كثير من الأمور وجنبت الكثير من التجاوزات. بخصوص الإعلام شفنا التنظيم كان رائع وفي احسن مستوى، ومرافق كانت متوفره في كل ملاعب اللي رحنا شفنا فيها المباريات. طيب الجانب الفني، هل شايف ان البطوله حتى الان اتت بالمتوقع من قبل الجماهير الافريقيه بشكل عام من الجانب الفني بالتحديد؟ بالجانب الفني انا ما نظنش كان المستوى وصل للتطلعات تاع الجماهير. كويس. خصوصا ان بعض المنتخبات كبيره سجلت تراجع كبير وما شفناش اداء قوي مثل منتخب نيجيريا ومنتخب كوت ديفوار، بعض مباريات كاميرون غانا اللي كانت فاجات الكثير بالمستوى تاعها. لهذه الامور اللي راح تخلينا تخلي مفاجآت نشوفها في البطولة هذه، على غير مدغشقر اللي تأهلت لأول مرة ورانا نشوفها في الدور الثاني على رأس المجموعة تاعها، ممكن تكون الحصان الأسود تاع البطولة. الواضح إن هي الحصان الأسود حتى الآن يعني. حتى الآن صح. بالظبط، كون هي تتفوق على نيجيريا وتكسبهم 2-0 وتبقى متصدر المجموعة كمان، دي حاجة قوية جدا. خليني أقول لحضراتكم إن بالنسبة للمباريات اللي بتتلعب في اللحظة في الوقت اللي إحنا بنتكلم مع حضراتكم فيه دلوقتي، بنين وكاميرون حتى الآن 0-0، دي مباراة المجموعة السادسة، غينيا بيساو غانا 1-0 لغانا عن طريق جوردن ايو جه في اول الشوط الثاني على طول في الدقيقه 46 كده، غانا خلاص يعني قاب قوسين او ادنى من التاهل لدور ال 16، هتقابل تقريبا الكاميرون يعني. طيب المنتخب الجزائري اداء جيد، نتائج اكثر من رائعه، امور كلها ماشيه بشكل كويس جدا جدا بالنسبه للمنتخب الجزائري، هل كانت توقعات بالاداء ده والنتائج دي موجودة عند الشعب الجزائري قبل البطولة؟ لا، هي في الحقيقة الشعب ما كانش متوقع أن بالماضي حيحقق كل هذه النتائج في ظرف قياسي، وخصوصا في دور المجموعات ما كانوش متوقعين. تحقق العلامة الكاملة التي لم يحققها المنتخب الجزائري، الأرقام هذه لم يحققها منذ دورة 1990 التي كانت بالجزائر وتوج بها المنتخب. بالضبط. ما فزناش بمباراة افتتاحية ولا بثلاث مباريات منذ 1990، وما جعل الأمور في المنتخب تبشر بالخير وتفاؤل كبير بالوصول لأبعد الحدود ولما لا للنهائي إن شاء الله. الأسباب اللي خلت الناس تشوف المنتخب الجزائري بالأداء المميز ده بتكمن في إيه؟ الأسباب اللي خلت المنتخب يعود للواجهة، انا نظن السر كان في بالماضي، لان التشكيله والاسماء اللي راهي في المنتخب حاليا كانت معمل معها عده مدربين على غير رابح ماجر وقبله، يعني المشكل ما كانش في اللعيبه، لان نشوف نفس الاسماء ونفس التشكيل، لكن بالماضي عرف يعيد هذيك اللمسه او الشكل. يعني الشكل اللي كان محتاجه المنتخب، اعاد تنظيم المنتخب من جديد وعمل شغل كبير في التدريبات، يعني هو تقرب من كل لاعب كويس ومنح بعض الاسماء اللي كانت عندها وزن واحنا في الجزائر نسميها النجوم اللي ما كانش تقدم في المنتخب زي رياض محرز وياسين ابراهيمي او بغداد بونجاح كان طبعا شارك من قبل وما عندوش مكان، لكن بالماضي عدلهم الثقة وانا نشوف منتخب متجانس ويلعب كمجموعة كلها، ونشوف روح اللاعبين حتى في التدريبات والتقارب الأكبر.
كبير بينهم وبين المدرب جمال بلماطي. طيب الطموح بالتالي وصل لحد فين بالنسبه للشعب الجزائري وبالنسبه لكل المتابعين والجزائريين بشكل عام؟ لا الطموح انا ما نظنش ان فريق مثل المنتخب الجزائري راح يدخل في دوره كاس امم افريقيا وراح ينحي من راسه فكره التتويج بها. منتخبات مثل الجزائر مصر وكوت ديفوار غانا وكاميرون لما تروح في الدوره نهائيات لامم افريقيا مش ممكن راح تلعب عشان تروح للدور الثاني ولا النصف النهائي ولا راح تلعب عشان تاخذ البطوله. ده كان مطلب اساسي قبل البطوله بالنسبه للجزائريين؟ لا هو في الاساس ما كانش مطلب اساسي ما كانش في تفكير اصلا بحراز اللقب. ما كانش في تفكير في حراز اللقب حسب تصريحات المدرب جمال بلماضي الذي اكد كل مره انه المنتخب بحاجه لعمل وقال لهم راح نروح للدوره نلعب ماتش بماتش ونذهب لابعد حدود. بس التصريح الاخير بعد مباراه كينيا هو غير قال ايه بقى؟ غير يعني انا قريت تصريح ذكي جدا منه قال لك احنا مش بنقول على نفسنا ان احنا هناخد البطوله احنا مش مترشحين وان المنتخب المصري والمنتخب المغربي هم الاقرب يعني. صح هو قال كده بس بعد مباراه كينيا كان صرح للاعلام وقال المنتخب الجزائري حيكون الهدف تاعه هو التتويج باللقب. قال لهم راح نلعب مباراه عشان الوصول للتتويج باللقب. قال لهم عشان ماهوش الوقت عشان نفرح ونسعد بالضبط الفرح راح يكون بعد التتويج باللقب. يعني هو اكيد تصريح ذكي منه وفي نفس الوقت بيدي دافع للعيبته ده شيء مهم وبيلعب على الجانب النفسي واضح ان هو مدرب مميز جدا كون ان هو قدر ان يكون المنتخب واللاعبين اصلا كانوا متواجدين دايما في منتخب الجزائر لكن نشوف الاداء والمنظر ده حاجه جيده جدا. تحديدا عايز اتكلم عن ادم والناس لعيب اكثر من رائع ما شاء الله عليه عمل امبارح مباراه كبيره جدا جدا واحرز هدفين. كان فين اللاعب ده من زمان ما كناش بنتابعه مع المنتخب الجزائري؟ وناس كان متواجد في المنتخب كان يستدعى وكان متواجد لكن بس ما كانش ليه دور ما كانش يشارك كثير المشكل انه وناس ضحيه المنافسه في المنصب تاعو مع رياض محرز كان في رياض محرز وكان في زين الدين فرحات مع فطماجر ما كانش عنده فرصه باش يشارك. هو كان شارك مع بلماضي قبل كده في ماتش ولعب على الجهه اليسرى تمام محرز على اليمين وهو على الجهه اليسرى بس هو يفضل اللعب اكثر على الجهه اليمنى. هو اليوم كانت عنده فرصه و لا في المباراه الاخيره امام امبارح كانت عنده فرصه وقدم الاداء اللي كان منتظر منه بسجل هدفين وقدم تمريره حاسمه وكان رجل اللقاء وانا نظن يستاهل مشاركه في المباريات القادمه حتكون عنده فرصه. تتوقع ان بعد البطوله دي ينتقل من نابولي لنادي اخر في اوروبا اقوى؟ لا حسب الاخبار الاخيره انه كارلو انشيلوتي ما حبش يتخلى عنه. هو كان في الميركاتو الشتوي الماضي كان عايزينه نوادي يريدون توقيع لادم اوناس على شكل اعاره بس هما رفضوا حتى على شكل اعاره يعني الرحيل تاعو ما راحش يكون سهل من نادي نابولي اللي راح يلعب دوري ابطال الموسم القادم طبعا. وربما حتكون عنده الفرصه للمشاركه اكثر. طيب اقوى وابرز المنتخبات من وجهه نظرك في البطوله حتى الان؟ حتى الان انا نشوف في منتخب مالي قدم مستوى كبير وعنده تشكيله متجانسه وهو الوحيد اللي اقنع في ماتش بنسبه 100%. وثاني فريق هو منتخب السنغال. منتخب السنغال رغم الخسارة أمام الجزائر لكن فريق يعمل كمجموعة فريق يعمل كمجموعة وعنده مستوى رائع. كنتوا متوقعين الفوز على السنغال في الجولة الثانية؟ لا هي مباراة منتخب قوي السنغال وعنده عناصر مميزة جدا منتخب قوي ساديو ماني طبعا يعني. كان في تفاؤل كبير للفوز على السنغال من باب التاريخي حتى الاعلام كان يقول بالمنتخب السنغال ممكن نفوز عليه ما فيش مشاكل لان منتخب السنغال كان عنده عقده مع المنتخب الجزائري
لم يفز على المنتخب الجزائري في أي مباراة في دورة أمم إفريقيا، كلها فزت بها المنتخب الجزائري إطلاقا. يعني ده الفرصة اللي كانت عنده. وجمال بالماضي كان درس بشكل جيد الفريق السنغالي، حتى أنه أعطى تشكيلة المنتخب السنغالي قبل المباراة في الندوة الصحفية. فعلا. طيب عايز اتكلم بالتحديد على رياض محرز، وكلام كتير جدا بيبقى عليه دايما من الشارع الجزائري على حسب متابعتنا يعني وبنسمع وبنشوف انه مش ده مستوى رياض محرز سواء لما كان في ليستر سيتي او مع مانشستر سيتي، ودايما ما بنشوفوش بالمستوى الكبير بتاعه ده مع المنتخب الجزائري. الاسباب ايه من وجهة نظرك؟ يعني المنتخب الفرق بينه وبين بين الاداء تاعه في مانشستر سيتي وفي المنتخب. في مانشستر سيتي هو يلعب في أجواء مغايرة وأمام منافسين مختلفين. أكيد تتلعب في أفريقيا أمام منتخب أفريقي عنده طريقة لعب دفاعية وطريقة لعب خشن ومش ممكن تحتفظ بالكرة كتير في أفريقيا، مش في الدوري الإنجليزي ولا حتى أنه الفريق لو يلعب فيه عنده توليفة كبيرة وبأسماء لامعة يمكن يلعب كل رياحية، عكس في المنتخب. في المنتخب هما المنتخب تاعنا اللاعبين ما يلعبوش مع بعض كثير، وما فيش تجانس يعني. مش زي المنتخب المصري اللي عنده لعيبة بتلعب في نادي واحد وفي ناديين في البطولة يمكن يلعبوا يلتقي معاهم في دوري الأبطال الإفريقية ومتعودين على المنافسة الإفريقية. في المنتخب الجزائري خليني أقول لك المنتخب المصري السنة دي يعني في عناصر قليلة قوي من الدوري المصري، يعني من الأهلي والزمالك تقريبا الأساسيين اثنين من هنا واثنين من هنا اللي بيلعبوا يعني. صح. بس الاختلاف أنه اللعيبة الجزائريين محرز متكون ليه؟ متكون في اوروبا. فعلا تكوينه كان في اوروبا والتطور تاعه كان في اوروبا. يعني كان صعب عليه يتاقلم ويقدم المستوى اللي كان منتظر منه نفسه مع مانشستر سيتي. لكن مع بالماضي احنا شفنا اداء محرز استرجع الكثير من الامكانيات تاعه. ممكن نقول افضل فتره لمحرز مع المنتخب كانت مع في الفتره الحاليه مع بالماضي. هو سجل ثنائيه في مرمى طوغو في التصفيات، في مرمى طوغو سجل ثنائيه في خارج الجزائر. وكان كانت هذه اول مره المحرز كان تالق في هذيك المباراه. ونشوفه في المباريات الحاليه قدم اداء كبير وسجل في المباراه الافتتاحيه ويقدم تمريرات ويساند حتى الدفاع. لكن هل هو ده الاداء المنتظر من رياض محرز ولا عنده اكتر من كده؟ لان فعلا كلام كتير بخصوص ان هو نجم كبير، وطبيعي ان انت لما تبقى عندك لعيب بحجم رياض محرز احسن لاعب في الدوري الانجليزي من سنتين ثلاثه فطبيعي يبقى الاهتمام بيه كبير جدا والتوقع لادائه بيبقى اكبر من كده بكتير. هل الشعب الجزائري نفسه وانتوا كجزائريين مستنيين ما هو اكثر من رياض محرز؟ صح، محرز قادر على قياده المنتخب وتقديم مستوى اكبر مما يقدمه حاليا. تمام، محرز عنده امكانيات مثل ما قاد ليستر سيتي لتحقيق البريمير ليج في بطوله صعبه ومن اقوى البطولات في العالم، قادر على قياده المنتخب الجزائري للتتويج بكاس امم افريقيا. لو يكسب بعض الثقه اللي كانت عنده في البطوله الانجليزيه ومع ناديه مانشستر سيتي راح يمكن يكرر التجربه هذيك وراح يقود المنتخب لتحقيق الانتصارات، لانه قادر على صنع الفارق من نصف فرصه، قادر على العوده في النتيجه، قادر على القيام بامور كثيره راح تساعد المنتخب. شايف المنافسه ما بينه وبين صلاح وماني على جائزه افضل لاعب في افريقيا، والمنافسه بتبقى دائمه خلال الاعوام القليله الماضيه بالتحديد، شايف المنافسه دي ازاي؟ يعني المنافسه في الدوري الانجليزي ولا في لا كافضل لاعب في افريقيا؟ في افريقيا في الدوري الانجليزي المنافسه مشتعله دايما اكيد ما بينهم ماني وصلاح في ليفربول وهو في مانشستر سيتي. يعني المنافسه راح تكون مرتبطه بكاس امم افريقيا، مرتبطه بالبطوله. انا شايف ماني راح يكون بعيد عن المنافسة مقارنة بمحرز وصلاح. تقريبا راح يكون بعيد عليهم شوي. انا ماني شفت اداء المنتخب السنغالي، ماني نوعا ما
شفته تعبان من كثرة المباريات مع ليفربول. آثار تعب بادي عليه، ما كانش قادر المنتخب الجزائري ما كانش قادر يجري بالسرعة اللي متعود عليها في ليفربول، مراوغاته سريعة. يعني صار له كثافة المباريات مع ليفربول أثرت عليه نوعا ما. ماني تأثر كثير. أنا نشوف محرز هو راح يكون في رواق يساعد، لأن رياض محرز ما لعبش مباريات كثيرة مع مانشستر سيتي، وكان بالماضي يتحدث عن النقطة هذه، قال لهم محرز مقارنة بصلاح والنجوم اللي تلعب في أوروبا الأخرى، قال لهم النقطة تكون في صالحنا هي أنه محرز ما كانش يشارك بانتظام. فعلا. يعني ممكن يلعب في البطولة بإريحية. احنا عندنا بالليلي مثلا مع الترجي كان لعب مباريات كثيرة، تعب وصار له آلام وما لعبش في المباراة الأخيرة وما دخلش حتى كبديل. ومحرز بس محرز شارك كبديل وشارك في تدريبات اليوم وعادي. هذه الفرصة اللي حتكون لرياض محرز لإحراز لقب الأفضل في أفريقيا هذا الموسم، لكن طيب. ترتبط بالأساس بالتتويج باللقب. أكيد طبعا. طيب بالتالي شايف مين اللي ممكن يوصل المربع الذهبي؟ أنت قلت لي أفضل أو من أفضل الفرق أو منتخبات في البطولة حتى الآن مالي، لكن اللي يوصل المربع الذهبي من وجهة نظرك مين؟ أنا شايف مصر الجزائر والمغرب والسنغال. مصر، الجزائر، المغرب، السنغال. طب بالتالي عايز اسالك عن المنتخب المصري، تقييمك لاداؤه، شايفين او الاعلام الجزائري عامه شايف اداء المنتخب المصري ازاي ونتائجه الجيده في الحقيقه حتى الان، لكن التعليقات شويه عن الاداء. صح، انا تابعت كل مباريات المنتخب المصري، حتى الاعلام الجزائري كان حاضر في الملعب في معظم المباريات. الرضا ما كانش كبير على الاداء، يعني ممكن نقول تفاجأنا نوعا بعض الشيء باداء المنتخب المصري، كنا ننتظر منه مستوى كبير وقوي خصوصا من ناحيه الاداء كمجموع، لكن ما شفناش المنتخب المصري اللي كنا ننتظروه خصوصا في السابق اللي كان ايام ابو تريكه والجمعه، ما كانش هذا المنتخب اللي كانت عنده هيبه و بيخاف منه كل منتخبات. يعني المنتخب المصري خصوصا من الناحية الدفاعية كان يعني ممكن توصل له بسهولة، وواجه منتخبات مش قوية هجوميا. لو يواجه منتخبات مثل مالي وكوت ديفوار وغانا راح تحصل له مشاكل كبيرة، لكن من ناحية النتائج عرفوا كيفاش يستغلوا فرديات اللاعبين تاع صلاح تريزيجي، هما اللي قادوا المنتخب اللي حقق هذه النتائج. لكن على المدرب يضبط بعض الامور خصوصا من ناحيه الدفاعيه، لان الفرديات مش ممكن في كل مره تنقذ المنتخب. لكن مع ذلك تتوقع وصول المنتخب المصري لنصف النهائي؟ اكيد اكيد، هو يلعب على ارضه امام جماهيره، وهذه دفعه قويه للاعبين المنتخب المصري اللي قادرين يوصلوا بسهوله للنصف النهائي. طيب عايز ارجع للمنتخب الجزائري، ويمكن المنتخب الجزائري ما عندوش عناصر من الدوري المحلي خالص في الجزائر، اسباب ايه؟ هل متعلقه بان اللاعبين الجيدين كلهم بيلعبوا في اوروبا، فبالتالي الافضل كمان ان انت تاخد لاعبين من المستويات اللي بتلعب في اوروبا، ولا ما فيش لاعبين مقنعين في الدوري المحلي الجزائري؟ صحيح، هي في لاعب واحد بوداوي اللي لعب في المباراة. لاعب واحد يعني قليل، ما فيش يعتبر حد. المشكل انه في الدوري مستوى الدوري تراجع في السنوات الأخيرة، تراجع نوعا ما، وحتى اللاعبين، لكن في اختلاف مقارنة بالسنوات 2010 واللاعبين اللي كانت تجي من أوروبا. كان اللاعبين اللي كنا نجيبوهم أوروبا كانوا معظمهم مكونين في اوروبا ويلعبوا في اوروبا، بس في الوقت الحالي في لاعبين في المنتخب كانوا في البطوله في الجزائريه وراحوا لاوروبا وهم الان يلعبوا في المنتخب، مثل رامي بن سبعيني، مثل يوسف بالليلي في الترجي كان يلعب في البطوله وراح للترجي، رامي بن سبعيني كان يلعب في نادي بارادو وراح لاوروبا، يوسف عطال كان يلعب في نادي بارادو. عطال لاعب مميز قوي، كان يلعب في البطوله، هو لعب في البطوله وتكون في نادي بارادو وراح لاوروبا والبلجيكا بعدين في نيس. وفي لاعبين مثل بغداد بونجاح كان في البطوله ايضا طبعا. لعب في البطوله وراح للسد القطري، كان بيلعب في النجم الساحلي فتره برضه، ولعب في الدوري التونسي بعدين راح للدوري القطري.
يعني في الاختلاف من هذه الناحية، لكن بشكل عام أحسن اللاعبين في المنتخب كلهم ينشطوا في أوروبا. لو تعمل مقارنة ما مش ممكن تسيب لاعب مثل ياسين إبراهيمي لاعب بورتو وتجيب لاعب من البطولة، ولا تجيب لاعب فيغولي. طبعا مش ممكن تسيب فيغولي وتجيب لاعب في كمان لعيب في الدوري الألماني إسحاق، أعتقد إسحاق بالفوضي ثالث هداف الدوري الألماني وما تمش استدعائه كمان. لا هو في بالفوضي كان يستدعى، بس كان حصل له إصابة. إصابة يعني مصاب يعني شكل ما أيوة حصل له إصابة يعني، وبعدين لم يستدعيه، لكن استدعى مهاجم آخر اللي هو أندي ديلور اللي كان في آخر لحظة كان احتياطي وحضر مع المنتخب. شايف ان الدوري القطري يليق بامكانيات كبيره جدا زي امكانيات بغداد بنجاح، ولا الافضل ليه ان هو مثلا مش هقول لك يجي النادي الاهلي، يا ريت يجي النادي الاهلي يعني، لكن ان هو يروح اوروبا مثلا؟ صحيح الكلام هذا قالوا حتى تشافي اللي كان لاعب كان لاعب معه في الست. تشافي قال لهم انا نصحت بنجاح بالذهاب للعب في اسبانيا. قالوا بونجا عنده امكانيات اعلى من اللعب في الدوريات الاسيويه ككل. قال لهم مكانته في الدوري الاوروبي، قال لهم انا نصحته للعب في الدوري الاوروبي. وكان في معلومه لانه تشافي هرنانديز كان توسط له للعب في نادي اسبانيول برشلونه، لكن اداره السد رفضت الانتقال تاعو وجددت العقد تاعو. بونجاح لاعب ممتاز، لكن عليه حاليا خوض تجربه اوروبيه فعلا من اجل الوقوف على المستوى الحقيقي تاعو. حتى انا ما نقولش مستوى الدوري القطري يعني منخفض، لكن مش مقياس حقيقي تاع المستوى تاعك. لازم طبعا تروح لدوري اوروبي وتثبت مكانتك في بطوله اوروبيه صعبه وامام لاعبين اقوياء، وراح نشوف ان شاء الله الوجه الحقيقي تاع بونجا. ان شاء الله هو لعيب كبير بصراحه، ودايما الاهلي بيبقى بيتمنى يتعاقد مع هذا اللاعب يعني. على مدار السنوات الماضيه لعيب مميز ومحبوب من الجماهير الاهلاويه بشكل كبير جدا. عايز اتكلم معاك على الرسالة اللي قالها كل من كريم بنزيما نجم ريال مدريد وزين الدين زيدان مدير فني ريال مدريد للشعب الجزائري والمنتخب الجزائري، هي رسالة تحفيزية، صداها كان عامل ازاي في الجزائر؟ صحيح في كل مرة احنا في الجزائر في كل مرة يكون لاعب مثل كريم بنزيما ولا زين الدين زيدان اصول جزائرية طبعا وعنده علاقة جيدة مع الشعب ومع الانصار متابعي كرة القدم في الجزائر، يعني كان تفاعل كبير، خصوصا ان لاعب مثل زين الدين زيدان مدرب لنادي كبير وعملاق مثل ريال مدريد، ولاعب كريم بنزيما اللي هو تقدر نقول نجم ريال مدريد حاليا بيعطي كلام تحفيزي للمنتخب الجزائري، هذا امر يشرف المنتخب ويعطيهم دفعه للاعبين طبعا. والصدى تاعو كان كبير، كان في تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف الجزائريين اللي هما على طول يشجعوا كريم بنزيما، خصوصا بعد ابعاده من المنتخب الفرنسي وعنده مسانده كبيره، وهو حتى هو صار بيتفاعل معهم بالعالم الجزائري اما مع اولاده بيتكلم بالعربيه. كل مره يحاول يتقرب من الجمهور الجزائري بعد المسانده اللي لقاها منهم. التفكير هناك في الجزائر عامل ازاي بخصوص اللاعبين المجنسين بالتحديد الفرنسيين باصولهم جزائريه، وبالتالي بنلاقي نجوم كبيره جدا زي زين الدين زيدان وكريم بنزيما وغيرهم بيلعبوا باسم المنتخب الفرنسي، ازاي دولة الجزائر او الشعب الجزائري او الناس في الجزائر المسؤولين بيفكروا ان هم يعالجوا هذه الجزئيه بحيث ان المنتخب يستفاد من الامكانيات الهائله عند اللاعبين دول، وفي عدد كبير جدا منهم متواجد دلوقتي يعني اوريدي، وفي كلام كتير عليهم من المنتخب الفرنسي المنتخب الجزائري بيبقى كلام كتير في الجزئيه دي. صح المشكل تاع اللاعبين مزدوجي الجنسيه المشكل، لكن الجزائر في الفترة الحالية يعني ممكن نقول لك واحد ممكن حاجة، هي أن معظم اللاعبين اللي لعبوا في المنتخب الجزائري من أصول أو اللي حاملين الجنسية الفرنسية مولودين بفرنسا كان هم من اختاروا المنتخب الجزائري.
مش الاتحاديه اللي كانت تروح. كانوا هم من اختاروا، هم اللي بيختاروا، هم اللي بيختاروا. زي مثلا اخر لاعب اللي كان اندي ديلور. اندي ديلور حتى احنا ما كناش عارفين انه لاعب جزائري، لانه عنده امه جزائريه. واحد ما كان عارف، كان هو ثالث افضل هداف الدوري الفرنسي، مسجل 16 هدف على ما اظن. ما في حد كان عارف انه اندي ديلور هو جزائري، لكن صرح للاعلام قال لهم انا جزائري وراح العب، عايز العب المنتخب الجزائري، وراح تقدم للقنصليه هناك وعمل الاوراق ولحق بالمنتخب وشارك في كاس افريقيا. طب سريعا عايز اعرف شعبيه النادي الاهلي في الجزائر عامله ازاي، وابرز اللاعبين اللي بيحبوهم. انا عارف هو من اكيد ابو تريكه يعني، فقول لي الشعبيه هناك عامله ازاي بالنسبه للنادي الاهلي. يعني وانا اشجع الاهلي كمان. طب. كمان اشجع الاهلي. الاهلي ده نادي مش ممكن، ما شرحت تلاقي محبين لنادي الاهلي في كل حته في الدول العربيه. تروح كل دوله عربيه راح توجد اناس تعشق الاهلي. احنا في الجزائر الاهلي نادي عاملين له قيمه، حتى عنده قيمه كبيره لدى الجزائريين. حتى النوادي لما الجزائريه تواجه منتخب فريق الاهلي حيكون لها شرف تلعب امام نادي كبير مثل الاهلي. وانا اعرف عندي حتى اصدقاء بيتابعوا الدوري المصري عشان خاطر الاهلي، خاطر يشوف الاهلي ويشوف الاداء من حتى بعد ابو تريكه. دلوقتي كفي ناس تشوف الاهلي، لان الاهلي يعني يشرف العرب افريقيا وقدم لاعبين كبار، ويعني من مش ممكن يعني هو تاريخ، هو من ابرز نوادي في تاريخ افريقيا والعرب ككل. تمام، يعني ده اكيد شرف كبير جدا وشعبيه عظيمه للنادي الاهلي في كل مكان بكل تاكيد، وكل التحيه والتقدير للشعب الجزائري بشكل عام. سريعا خليني اقرا بعض تفاعلات جمهور الكره المصريه على سؤال حلقه النهارده. تتوقع مين يقابل مصر في دور ال 16؟ خلينا نبتدي بتويتر، وبالتحديد احمد قال ربنا يسهل ويستر باذن الله ايا كان مين عندهم المنتخب للاخر، هندعم المنتخب للاخر واللي عايزه ربنا يكون والحمد لله على كل حال. احمد علي قال جنوب افريقيا، عشقة الاهلي قالت جنوب افريقيا، نبيل زكريا قال جنوب افريقيا. روح بسرعه لفيسبوك، فيسبوك احمد قال جنوب افريقيا، محمود قال تونس. يعني بعض التفاعلات وجمهور الكره المصريه بشكل عام يعني بيتوقع مين اللي هيقابل مصر في دور 16، ان كان ان شاء الله المنتخب يكون موفق في ان كان هيقابل مين. يا استاذ وليد كويني انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا على الضيافه، وبالتوفيق للمنتخب المصري والنادي الاهلي. نشكرك شكرا جزيلا. كان معنا الصحفي الجزائري استاذ وليد كويني، الصحفي بجريده النهار الجديد الجزائريه. ودي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده. استنونا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.